السلام عليكم، أخوكم حسين أحمد وفيديو جديد. بداية خلينا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو اليوم لا هو عن الفيب ولا هو تقييم، يعني نقدر نقول الاثنين بنفس الوقت. اليوم أخذكم وياي سفرة إلى عاصمة أقليم كردستان أربيل، راح نتعرف على الفيب هناك ونزور بعض المحلات، بالإضافة إلى نشوفكم المعالم السياحية مثل قلعة أربيل، بالإضافة إلى جبل كورك واللي راح تشوفوه بالفيديو، راح يعتبر انه هو فلوج وفيب بنفس الوقت. هسه حاليا اني بطوس خرماتو قعدنا بالاستراحة، وهسه حاليا راح نكمل طريقنا متوجهين الى اربيل عاصمة اقليم كردستان. خليكم ويانا. حاليا احنا متواجدين في قضاء عقرة محافظة دهوك، متواجدين بشلالات ومصايف قلي الزنطق. طبعا هنا عندنا محمية طبيعية، فكل اللي تشوفوه قدامكم يعني ما حد لاعب به الجبل هذا، يعني ما يقدرون يحفروه او يسوي له شيء. فمثل ما تشوفون يعني حتى هنا الهورن ممنوع لانه ممكن يوقع صخور من الجبل. بس احنا هنا مو باردة كلش، بالعكس حارة، يعني حتى كنا لابسين ملابس احنا تأملنا انه هي باردة، بس طلعت حارة. ما اعرف بعد ما نازل الثلج او مايع الثلج، ودائما الثلوج تصير مال دهوك وسليمانية دافية، مو مثل الثلوج مال اربيل. يعني لما تصعد انت تلقيها عادي، الجو جدا عادي بس اكو ثلج، بس اذا صار هواء ممكن عندك تلزمك برودة. طبعا اعتذر على المايك لان تعرفون يعني ما اقدر اخلي مايك لان شايل معدات هواية وشايل الغراض هواية، فالمايك عفته بالفندق. لما نقعد بالفندق نسوي ريفيوات او فتشي نخلي المايك، بس مجرد اخذكم وياي جولة، وهسه راح اوريكم الفيو اللي انا قاعد فيه. الحدود العراقية الإيرانية التركية. هسه حاليا احنا موجودين بآخر نقطة بالعراق، يعني وهي أبرد نقطة بالعراق، وهذه منطقة سجلت سنة من السنين درجة 25 تحت الصفر. ذاك الجبل اللي هو اسمه، هذه المنطقة تعد اسمها حاج عمران أو قضاء حاج عمران، اللي هي قريبة على سوران وراوندوز. هذه منطقة حدودية، ودرجة الحرارة هسه حاني ودا أسولف وياكم تبلغ 10 تحت الصفر. طبعا هسه يلا قدرت انزل اصور، انا تقريبا صار لي نص ساعه موجود بيها، ولكن هسه يلا قدرت انزل اصور لانه قبت عاصفه ثلجيه مثل ما تشوفون من ذاك الجبل اللي ورايا. هسه حاليا موجودين ناخذ الجبل شويه حتى نرجع نتمشى، وراها نكمل رحلتنا الى راوندوز، الى قضاء شنقلبان. هناك عندنا جبل كورك، وعندنا ايضا الشنقلبانة حتى نصعد بها ونصور لكم.
ها 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 مالك اللي بخوينا مصلاح حبايب. هسه حاليا متواجدين في منطقة راوندوز قضاء بيخال ويا الشباب الحلوة. مثل ما تشوفون المكان اللي أنا متواجد فيه هسه حاليا مكان من الخيال. طبعا أعتذر على النت مايك، صراحة جايبه وياي بس مثل ما تعرفون يعني نوعا ما الصعوبة بالمشي والكلام خاصة الدنيا باردة. فهسا حاليا بعد شوية ومصعد إلى جبل كورش فوق. حاليا الجو ماطر، واذا استمرينا على التصوير فاني والجيمبل والترايبود اللي انا كامشه الالكتروني كليتنا راح نسوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاليا صعدنا بالشنقلبانة، طبعا صورت لكم كنت اسوق، بس حاليا عندنا هذا الشريط راح ياخذنا لحد من وين ما صعدنا، لانه ما تقدر تصعد كل صعود فلازم الكبلر يجرك. والاجواء هنا روعه والبروده روعه والنفس يعني من انقى ما يكون، نفس صافي صدق يخليك تبيب بكل أريحية. خلينا ننام لحد ما نوصل.
ورجعنا لكم من الاستوديو مالتنا بعد تصوير هذه الرحلة الجميلة. طبعا بداية كل الشكر وكل التقدير الى آل برون عصام صاحب براند ديث كويل على ضيافته الحلوة وعلى تعرفه، خلاني اتعرف على محلات هواية صراحة ما كنت سابقا اعرفها، على جولاته الحلوة اللي سوالياها، بالاضافة الى اشكر كل المحلات اللي استقبلتني من عالم الفيب اللي هو جيهاني فيب، بالاضافة الى كلاود هاوس، بالاضافة الى جوكر فيب، بالاضافة الى عينكاوا فيب وتكساس فيب. بالنسبة الى جوكر فيب راح يكون فيديو منفصل عن هذا الفيديو، تصوير الحلقة كاملة، لانه اولا ما حبيت انه اطول الفيديو، ثانيا يعني تقريبا الفيو مالتي كان يختلف، الفيديو مالتي كان مختلف عن هذا الفيديو. فمثل ما شفتوا رحنا للثلج، طلعنا على اليابسة، بالاضافة الى رحنا زرنا المحلات، وكانت سفرة كلش كلش حلوة وان شاء الله اعيدها. طبعا بالنسبة الى القناة شوية راح يتغير بيها بعض الفيديوهات، راح تكون اساسية، فيديوهات اساسية وتقييمات ومراجعات سريعة. المراجعات السريعة راح تشمل البود سيستم بالاضافة الى البود مود، لانه مثل ما تشوفون اللي دي يصير هسه حاليا سباق بين الشركات على البودات والبود مود، لانه انتشرا بالآونة الاخيرة، فلذلك حاب انه يكون الفيديو مالتهم قصير، يعني ما يتعدى الخمس دقائق او ما يتعدى الاربع دقائق، شرح مفصل عن الجهاز، بطاريته، سعة الكاترج، المقاومات اللي موجودة، سرعة الشحن، بالإضافة إلى ناخذنا كم نفسين ونتكلم عن البود وراها نغلق الفيديو. أما بالنسبة للتانكات أو المودات الرجوليتد فهذه يراد لها تفصيل فيديو تفصيلي، بحيث لما نبني التانك إذا كان RDA RTA RDTA أو إذا كان MTL، فيحتاج من عندنا أنه نبني التانك، نحتاج من عندنا أنه نخلي له قطن، في يعني اكو فد طريقة مختلفة بالفيديو، فان شاء الله راح يكون اختلاف جذري. بالاضافة الى الانترو اللي شفتوه الجديد، طبعا اشكر دكتور علي سنافي على هذا الفيديو اللي فعلا صدمني من ناحية جماله ومن ناحية الدقة مالته والتصميم الحلو. اشكركم هواية هواية على المتابعة، اخوكم حسين احمد، في امان الله. ملاحظة مهمة، هواية ناس قاعد تسألني على الصفحة مالتي على الانستغرام، حسابي على الانستغرام هذاك انحذف بسبب سياسة الانستغرام بخصوص الفيب، فلذلك فتحت انستغرام جديد وحاب انه تدعموني على هذا الانستغرام. بالنسبة للانستغرام فهذا اليوزر مالته، بالاضافة الى راح يكون الرابط مالته جوا بالدسكريبشن حتى تتواصلون وياي على الانستغرام. ايضا بالنسبة الى المسابقات انذيع الاسماء على الانستغرام، فكل ما يخصني من ستوريات ومن اسماء المتسابقين او اسماء الفائزين، بالاضافة الى المسابقات اللي نسويها على الانستغرام وزيارات المحلات اللي نسويها على الانستغرام وكل المراجعات اللي ما اقدر اراجعها على اليوتيوب لانه تستغرق من عندي وقت طويل، فاراجع لكم اياها بستوري على الانستغرام. فلذلك هذا الانستغرام اليوزر ضيفوني عليه حتى نتواصل سوا، في امان الله.